طبعا نروح لأخبار النادي الأهلي، وطبعا كل عشاق النادي الأهلي بيترقبوا كل مبارياته القادمة إن شاء الله، كلنا واثقين في الفوز وفي تحقيق النصر إن شاء الله في كل المباريات خلال الفترة اللي جاية، سواء على المستوى الإفريقي حيث يشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أو على المستوى المحلي في بطولة الدوري. بكرة إن شاء الله في طبعا مباراة مهمة أمام فريق الإسماعيلي، ودي المباراة المؤجلة من الجولة 12 من البطولة. المباراة ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية الساعة 7:30 مساء، وإن شاء الله تمنياتنا بكل التوفيق لفريقنا. المباراة ومباراة الأهلي خلينا نقول لحضراتكم أمام الإسماعيلي هي بالتأكيد المباراة الأخيرة قبل السفر لاستكمال هنا مباريات بقى بطولة دوري أبطال إفريقيا. المواجهة المقبلة هتكون تحديدا يوم 16 مارس. الثلاث الجاي بقى هيلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. هيقام اللقاء كمان في الكونغو زي ما احنا عارفين. إن شاء الله نرجع نقول الفوز بقى يكون حليف الأهلي، احنا ما عندناش رفاهية تاني أبدا، يعني حاجة غير كده. على كل حال برضو خلينا نقول ان احنا في الحلقه النهارده معانا الفقره الاخيره زي ما كنت بنوه انا وكريم في بدايه الحلقه عن الكوره، وهنتكلم اكيد فيها عن كل هذه التفاصيل.